هيثم صبحي بوفايل، الشرطة العسكرية بتأمين غريان. طبعا احكي لنا عن دوركم اليوم بتأمين المدينة. والله الحمد لله بعد توفر البنزينة في حركة للشارع، حتى تواجدنا احنا تحوطات أمنية بس بكونها فهمت مش، والأمور طيبة 100%. ما مدى تعاون المواطنين معاكم يعني؟ والله لا ممتاز 100%، كويس ماشي الأمور، ما يستحقوش أي حاجة فهمت. رسالة طبعا بقى المواطنين داخل مدينة والأمور هذه. والله غريان آمنة مطمئنة ماشية أمورها جوها مليح والحمد لله.